السلام عليكم. اولا شيء مرحبا بكم في محل كاسيو كافي كاسيو كافي ريستورون بارك دي جو، محل جديد ان شاء الله داخل في اطار المحلات الجداد اللي كيتحلوا في مدينه طنجه في اطار تشجيع الاستثمار وفي تشجيع المناطق السياحيه. هذا الكونسيبت ديال كاسيو كونسيبت ان شاء الله هو الثاني ديالنا ان شاء الله، وكاين مشاريع مستقبليه. خدمنا هذا الكونسيبت ان شاء الله، خدمنا عليه انا واحد حنا واحد المجموعه ديال العمال، انتقيناهم بعد باختيار، انتقيناهم بواحد بحرفيه باش نقدموا واحد الجوده، واحد المنتوج متميز على الساحه ديال مدينه طنجه، ونحاولوا اننا نحن نفرضوا ذاتنا، نفرضوا المنتوج ديالنا، ونفرضوا واحد النوع ديال الجوده، في الاثمنه، في كل شيء. حاولنا اننا نستهدفوا السكان ديال طنجه بالعموم. بالنسبه للناس ديال مدينه طنجه، حنا كنرحبوا بهم في هذا المحل هذا. الناس غادي يجيو يلقاو الحاجه اللي كيقلبوا عليها. حنا كنعرفوا الزبون الطنجاوي يعني زبون استثنائي بالنسبه للمدن الاخرين، اللي كيقلب على الجوده في الخدمه اول حاجه، كيقلب على الجوده في المنتوج، وكيقلب على الراحه على الكونفور. حنا كنحاولوا انا في هذا الكونسيبت هذا بثلاثه منكم كنقدموا له هذا الكونسيبت هذا. اكسسيو كيتوفر على بارك ديال الالعاب، يعني مؤمن، تصايب واحد العنايه، واحد الطرق مؤمنه على اخر صيحات ديال الباركينغ. انا الانسان ممكن يجي ياخذ قهوه، ولادو مامنين كيلعبوا في امان، ويكونوا انشطه يعني اسبوعيا. كل اسبوع كيكون مع البرانش ديال الفطور، غيكون معنا عندنا واحد البرنامج ديال الاطفال ان شاء الله، وكنخدموا اننا نتوسعوا في هذا المجال هذا ان شاء الله بعنايه تامه. السلام عليكم. كنشكروا كاسيلو على حفاوه الاستقبال وعلى حسن الاستقبال. ما شاء الله محل غزال في المستوى المطلوب. لافيو ديالهم بانوراميك، يعني اي واحد كيجي هنا غيرتاح. ما نساوش عندهم واحد البارك جو، يعني كيسيب لي فامي 100%، كاين فين يلعبوا الوليدات الصغار. دونك واحد لو كوان لي زوين اللي الانسان يرتاح فيه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.